ده تاني، وقد ايه يمكن خسارة الدوري بونت، يمكن بنتكلم فرق ان انتوا تظهروا بالشكل الحماسي ده وتكونوا على قلب رجل واحد في الملعب في كاس مصر وفعلا تحققوا ده، ده يعني رب ضارة النفاع زي ما بيتقال. بالزبط. بس كابتن اسامة، يمكن انت في مصر من شهر 9 اللي فات صح؟ انت محترف، انت في مصر صح؟ جيت قبل كده مصر ولا دي كانت اول مره مع احترافك في النادي الاهلي، يعني تواجدك مع مصر؟ لا، اول مره. كلمني عن الاجواء الاول، شفت مصر ازاي؟ مصر في رمضان شكلها عامل ازاي؟ مختلفه ازاي عن تونس؟ كلمني كده شويه. والله اول ما جيت مصر معناتها ما خذيتش وقت كبير باش نتأقلم مع أجواء مصر وأجواء اللعيبة والأجواء في النادي. دخلت معناتها على طول في الأجواء، اللاعبين ساعدوني وما لقيتش مشكل معناتها كبير. في رمضان تقريبا معناتها الشعوب العربية نفس التقاليد، معناتها ما تختلفش كبير. لقيت هنعرف إذا كان في فرق كبير ولا ما في فرق كبير، بس أكيد وأنت في تونس بتسمع عن أسطورة كده اسمها محمود الخطيب لما تيجي مصر، فما بالك بقى لما تقابله ويكون بقى بيدعمك وواقف قدامك، ما فيش بينك وبينه يعني متر او مترين عشان التباعد الاجتماعي النهارده. لا، احساس كبير. قول لي بقى، وكابتن محمود كده بيدعمك وحريص فعلا على انه يقدم لكم هذا الدعم قبل مباراه فاصله ونهائيه قدام غريم تقليدي ونادي كبير بحجم نادي الزمالك؟ بصراحه معناتها كابتن الخطيب موفر لنا كل حاجه، معناتها كل حاجه موجوده في النادي، وخاصه معنويا بعد مباراه الدوري لما نهزمنا فريق جول. على طول معناتها بعد المباراه تحدث معانا ونزل تحت في الملعب وتحدث معانا وادانا شحنه معنويه كبيره، خلتنا معناتها نشتغل الاسبوع قبل نهائي الكاس باريحيه كبيره معناتها، وهي اللي اعطتنا معناتها القوه باش نكونوا حاضرين ومتالقين في نهائي الكاس اللي فزنا بصراحه معناتها عن جداره من اول دقيقه لاخر دقيقه واحنا فايزين. ما فيش حتى فتره ما وصلناش حتى تعادل، ماتش كامل معناتها صحيح، شوط كامل عن قناعه فزنا. مباراه معناتها مباراه الدوري، انت زوز في فرق عندهم تقاليد كبيره وزوز فرق كبار، خسرنا فريق بونت، هي معناتها توجع صحيح، لكن هيك الرياضه معناتها ما نقفوش على الخساره، معناتها الحمد لله تجاوزناها على طول وتداركنا في نهائي الكاس، وهذا يدل على قوه شخصيه الفريق رغم كما قال الكوتش معناتها في برشا لعيبه صغار ما عندهمش خبره كافيه، معناتها في برشا لعيبه اول مباراه زمالك من اول المباريات اللي يلعبوها في المسيره نتاعهم. الحمد لله ان شاء الله نبنيو على الربح وعلى التتويج بالكاس هذا، ان شاء الله نبنيو به المستقبل، وان شاء الله المستقبل كله بطولات ان شاء الله. انت لعبت قدام النادي الاهلي وانت بتلعب، انت عارف، انا عارف انت كنت بتلعب في الترجي، وكنت بسالك يعني كان كم مباراه لعبتها قدام النادي الاهلي وانت كنت بتلعب في الترجي؟ كتير. مع في بطولات افريقيا تقريبا 4 5 مباريات. وجودك في النادي الاهلي والترانسفير ومتواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي واكيد كمان نادي الترجي من الانديه الكبيره، بتقول انا ما خدتش وقت، انت عارف انت جيت هنا ودخلت اجواء النادي الاهلي ما خدتش وقت. قول لنا واحكي لنا دخولك النادي الاهلي وازاي فعلا ما خدتش وقت انك تنسجم، رغم طبعا فارق، طبعا فارق، يمكن فارق مش هقول الدوريات مختلفة شوية، أنت قلت لي من شوية يمكن الدوري التونسي أو الدوري التونسي لكرة اليد قريب شوية بقوته من الدوري المصري، لكن اشرح لنا كمان، لأن الناس لما بنتكلم على لعيب كورة داخل وبيقول إن إحنا فرقة الكورة بتحتضن أي حد بيخش ويبقى بيخش على طول في ترس النادي الأهلي، عايزين نعرف برضو منك دخولك أو أول أيامك في النادي الأهلي كانت عاملة إزاي، طبعًا أكيد بمساعدة الكابتن محمد. الحمد لله معناتها من اول يوم الكل معناتها يدعم فيا، الكل يتحدث معايا، واللعيبه معناتها في لاعبين نعرفهم من قبل معناتها وكنت واجهته مع الترجي، وفي لاعيبه واجهته مع المنتخب مع المنتخب التونسي، كانت في علاقه مع اللاعبين اللي ساعدوني يكون معناتها دخلت على طول في الاجواء، والحمد لله معناتها ما لقيتش مشكل.